نصبح على زملائنا أحمد أبو حماد من عمان، وأيضا خالد القبيلات من مادبة، ويوسف المشاقبي من بلدية أم الجمال بالمفرق. صباح الخير ويعطيكم العافية. صباح الخير أحمد. نعم، صباح الورد إبراهيم، صباح الخير كاتي، صباح الخير لانا، صباح الخير لكل مشاهدينا ومتابعينا ومتابعين برنامج يوم جديد. اليوم راح نطل عليكم من محافظة العاصمة عمان، وبالتحديد من تقاطع إشارة المستشفيات بجبل أشرفية، وأيضا راح نتعرف على مسجد أبو درويش. وصباحكم سعيد مرة أخرى. شكرا لك أحمد. راح ننتقل لزميلنا خالد قبيلات من محافظة مادبة. صباح الخير. صباح الخير إبراهيم، أهلا وسهلا بكم، وصباح المشاهدين. رايحين نطل عليكم اليوم من محافظة مادبة، وإذا تسمحوا لنا نستضيفكم في هذه المحافظة السياحية المميزة والرائعة. الآن احنا يعني من أمام مركز الزوار، يعني من أكبر جدارية بالعالم بنيت من الفسيفساء. هذه الجدارية التي بناها السياح وأهالي مادبة وكل المشاركين في هذه اللوحة، والتي تبلغ مساحتها 180 متر، وبنيت خلال 1,200,000 حجر. كل سائح جاء على الأردن أو على محافظة مادبة، سواء كان عربي أو أجنبي أو من أبناء مادبة، وضع حجر فيها. مدينة مادبة ما يميزها بأنها مدينة الفسيفساء، وهي مصنفة وحاصلة على جوائز في هذا المجال، وهي تجمع أكبر مجمع كنسي للفسيفساء بالعالم، وهي أيضا تشارك الآن بأنها تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. شكرا لك. أوكي. شكرا لك زميلنا خالد قبيلات. يعني أكيد تعرفي كافي المادبة يعني من المواقع والمدن الأثرية اللي لها تاريخ طبعاً كبير جدا. رح نعرف عنها أكثر، وخصوصا عن الفسيفساء اللي موجود فيها. رح ننتقل الآن ليوسف المشاقبة من محافظة المفرق، وتحديدا من بلدية أم جمال. صباح الخير. صباح الخير إبراهيم، صباح الخير كاتي، صباح الخير لجميع مشاهدي التلفزيون الأردني، شاشة الوطن، وزملائي فريق برنامج يوم جديد. نحن الآن من مدينة أم الجمال السياحية، ولكن هنالك بعض الأخبار، ولدينا في الحقيبة الإخبارية هذا الصباح. نبدأ من جامعة آل البيت، والتي حصلت أمس على جائزة ولي العهد لأفضل تطبيقات خدمات حكومية، من خلال الحصول على جائزة تطبيق خدماتي، والذي طوره الطالب طالبان أحمد بدوي ومحمد حسين. وهذا البرنامج الذي يؤكد على أهمية إصدار الفواتير المياه والكهرباء من خلال إصدار في المناطق السكنية والتجارية والصناعية. رئيس جامعة آل البيت الدكتور عدنان العتوم هنأ الطلبة وهيئة التدريس في كلية الأمير حسين بن عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات بهذا الإنجاز الكبير، والذي من شأنه أن يسهم في دعم الطلبة نحو الإبداع والابتكار وللارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. أيضا هنالك خبر تجسيدا لرؤية مديرية الأمن العام الشراكة المجتمعية وترجمة فاعلية الشرطة المجتمعية. تم عقد دورة لأصدقاء الشرطة، استفاد منها أكثر من 50 موظف وموظفة في مستشفى البادية الحكومي. أيضا لأهمية وتحفيز النمو الاقتصادي ودور المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، تم دعم برنامج دعم البيئة الأعمال في المنزل شغل بيتي، حيث تم أمس مقابلة أكثر من 80 مستفيدة من سيدات محافظة المفرق في غرف في مديرية الصناعة والتجارة والتموين للاستفادة من هذه المشاريع المنزلية، والتي تشجع على عملية الاعتماد على الذات. هذه المشاريع من الحياكة والخياطة وغيرها من المنتجات
الغذائية. بالإضافة إلى هنالك خبر آخر لجمعية قدرات المجتمعية، حيث تم عقد ورشة توعوية بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، بينت دور المجتمعات والمؤسسات الوطنية في تقديم البرامج التوعوية للتعريف بحقوق المواطنين وفي مختلف المجالات. أيضا هنالك خبر آخر هو اختيار 6 بلديات على مستوى محافظة المفرق لبرنامج قدرة 2 والممول من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وتم اختيار هذه البلديات لإقامة مشاريع وتنموية وخدمية ونظرا لأهمية التماسك المجتمعي في هذه المناطق. وسنكون إن شاء الله بعون الله تعالى بعد قليل من هذه المدينة الأثرية أم الجمال الجوهرة السوداء للاطلاع على أكثر على أهمية هذه المنطقة، وخصوصا بعد أن تم ترشح هذه المدينة لقائمة التراث العالمي. وسيكون معنا بعون الله تعالى ضيف رئيس البلدية أم الجمال الجديدة السيد حسن الحيبة، وأيضا المهندسة دانا الفراج المهندسة المعمارية للحديث الأكثر عن آخر الترتيبات لأهمية هذه المدينة. عودة إليكم الزملاء في الاستوديو. نشكرك زميل يوسف المشاقبة، وإن شاء الله سنعود لك تباعا من خلال حلقتنا لليوم.